منتصرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، ووجه الحكومة بسحب الاستشكال على حكم ضم علاوات المعاش. وفي قرارات مهمة وتاريخية، كلف الرئيس السيسي وزارة المالية برد إجمالي مديونيتها المستحقة لصناديق المعاشات من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالية الجديد. كما بدأ الرئيس خطوات مهمة في إصلاح منظومة الأجور بالدولة، ووجه الرئيس تحيته والتقدي للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح الاقتصادي بشجاعة وصبر، مؤكدا أن طريق الإصلاح الاقتصادي برغم من صعوبته كان حتميا من أجل تنمية وبناء الدولة والوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين.